اللي تم اعتمادها دوليا يعني في وقت متقدم، ودي نقطة مهمة جدا طبعاً. ان احنا عملية الرقابة على مصانع الاعلاف عشان المنتج يطلع بالتوصيف، يعني كل مصنع لازم يقدم يقول انا بحط قد ايه بروتين، انا بحط قد ايه طاقة، انا بحط علشان في مواصفات عالمية. ايوه طبعا. وبالتالي كل المنظومة دي عندنا موجودة. عايز ارجع تاني لبركة غليون، اقول ان مصنع انتاج الاعلاف بينتج اعلاف لمتخصص للاسماك البحريه، للجمبري، للاسماك المياه العذبه اللي هي البولت والبوري. بيخدم المصنع، بيخدم المزرعه، وبيخدم المناطق اللي حواليه، لان لو حضرتك عارفه كفر الشيخ من المناطق اللي فيها استزراع سمك كبير، البحيره جنبهم من المناطق اللي فيها استزراع سمك كبير، عندهم مصانع ثلج بتطلع تلج، مصانع تلج مجروش والواح، يعني بيخدم الاستزراع في المجروش، والصيد الحر اللي بيطلعوا يصطادوا من البحر يقدر ياخد الالواح عشان يحافظ على منتجه والاسماك اللي بيصطادها. عندهم كمان مصانع للفوم عشان التغليف، عندهم للبروسيسنج عمليه تجهيز الاسماك، وعندهم كمان وحدات معامل عشان مراقبه ومتابعه جودة الأسماك وجودة المنتج النهائي. أيوة. وعندهم قاعات تدريب. عايز أقول ده نموذج متكامل. متكامل. أيوة. يخدم المنطقة. يمكن عندنا المحافظتين دول بس يا فندم في مصر اللي هم بيجيدوا أو الظروف مخلياهم أفضل في مسألة الاستزراع السمك. عندنا إيه محافظات؟ عندنا المنزلة. منزلة. عندنا طبعا في الأهلية، وعندنا دمياط، وعندنا بورسعيد. أيوة. كل المناطق دي اللي هي في بحيرة المنزلة اللي بتضم أيوة في دول، فدي موجودة. احنا أكتر عندنا طاقة بتطلع من إيه؟ أكتر طاقة هنلاقيها من كفر الشيخ، ومن كفر الشيخ يمكن في الاستزراع تحديدا يعني. دمياط كمان متميزين جدا بالاستزراع البحري، ودي نقطة مهمة جدا، ومنتجهم معظمه بيتصدر. ايوه. احنا عايزين نقول كمان احنا محافظه دمياط دي محافظه كده اي طبعا منتجه كده. صحيح. صحيح. وهم متميزين. صحيح. يعني بيخلقوا من الفسيخ شربات زي ما بنقول. برافو عليه. طبعا. وكمان احنا متواقبين معاهم، يعني احنا دلوقتي معتمدين 13 منشاه للتصدير، لان لازم يبقى في منشات يتم فيها تجهيز اي سمك يسافر للخارج. ودي نقطه مهمه. مين دول بتستورد مننا السمك؟ احنا بنستورد. احنا بتستورد عفواً مننا. بنصدر. بنصدر لايطاليا. ايطاليا. بنصدر لايطاليا، وبنصدر طبعا للبلاد العربيه معظمهم بنصدر ليهم. وبنصدر لليونان بعض الانواع. وعندنا اماكن كتير اخرى احنا بنصدر ليها، يمكن مش لكن اوروبا احنا من البلاد الكتير قوي اللي بنصدر لها. اللي بنصدر لها يعني بيعتمدوا على السمك المصري. المصري. فيه. المصري. وبنعتمد لهم المنشآت. احنا دلوقتي عاملين نظام للاستزراع السمكي ان احنا نعتمد المزارع كمان. ودايما اقول يعني ايه نعتمد المزارع؟ يعني النهارده المزرعه لازم تكون بتوصيف معين. ولازم تكون مواصفات. شروط. وكمان باخد عينات يتم لمعرفة مستوى السمك اللي بينتجها وصالح للاستهلاك الآدمي، المية المستخدمة، العلف، كل ده، لأن النهاردة شروط التصدير في العالم كله هي كده ثابتة. ثابتة. يمكن المنشآت دي علشان احنا بنصدر مياه مالحة، فمش مطلوب ان انا اخد عينات من البحر علشان اقول ان الاسماك دي كويسة. لكن في المياه العذبة لازم انا اكمل المنظومة. فلأول مرة بنعمل دلوقتي اعتماد للمزارع، بنحط لهم مواصفات، هيترخص اللي هو انا عايز اقول ان انا بعملها مبدئيا للتصدير، لكن انا هكمل كله، لان مفيش حاجه اسمها مصري ياكل منتج بنوعيه اقل من اللي بنصدره بدرجه جوده اقل. لا خالص. طبعا. لا خالص طبعا. فاحنا بس يعني جات البدايه. هي الفكره بس انه بيبقى في انواع، كل الشعوب بيبقى ليها كده تركيبات، كل شعب بيبقى ليه مواصفات لانواع معينه. طبعا. ما بيبقاش في اقبال اكتر على انواع تانية. ده صحيح. عدم الاقبال ده اللي بيديكي فرصه انه يتصدر. ده احنا عندنا الاستاكوزا المياه العذبه في مصر ما حدش بياكلها خالص، لكن بنصدر لاسيا بكميه